بيجيلي تعليقات الفترة الأخيرة عن فين فيديو أفضل الهواتف بتاع الشهر. وبص حضرتك، أنا قلت قبل كده والله أنا بساعدك، مفروض أو العادي إن أنت بتدعم الفيديو دوت، أنا مش مدعوم من شركة أو مش مدعوم من حاجة. فأنا لما دلوقتي أنزل فيديو وكده وأقعد أغربل السوق وأدور على أفضل أسعار وأفضل عروض وفي الآخر ملاقيش تفاعل، الناس مش بتتفرج على الفيديو للآخر، الناس مش بتعمل لايك، الناس مش بتشير، فده الحقيقة مش بيشجعني إن أنا أعمل فيديوز أكتر في السلسلة ديت دلوقتي. ازيك؟ لو انت منتظر عائلة ريدمي نوت 13 الجديدة الحماسية جدا ومحتار ايه افضل موبايل من ناحية القيمة مقابل السعر، اكيد بتتفرج هنا على الفيديو الصح، لان ما بين الاربع موبايلات اللي نازلوا انا شايف ان ده افضل توليفة شبه متكاملة السنة دي. ريدمي نوت 13 برو، موبايل قوي جدا وحماسي وحرفيا مش هتصدق سعره. الموبايل ده نزل بره واحنا في انتظاره يوصل لمصر والاسواق العربية بشكل رسمي برضه. بدا فيديو كده دردشة مزايا الموبايل ده وعيوبه عشان تقرر من دلوقتي ده الموبايل اللي هتنتظره ولا لا. يا ريت تتفرج على الفيديو الاول بعد كده اسال براحتك. فبلا طعم اكتر من كده، ما تنساش تعمل اشتراك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان ما تفوتكش اي فيديو جديد انزله، وما تنساش تدعم نوار بلايك للفيديو. خلينا نبص الاول كده على محتويات علبه ريدمي نوت 13 برو. نفس ديزاين علبه ريدمي نوت 13 العادي اللي عملنا عليه فيديو اللي فات، بتفرج عليه برده لو حابب. اول ما بتفتح العلبه بتلاقي الجزء الكرتون واللي بيكون متعلق عليه دبوس السيم تري اللي هو الخاص بدرج الخاص، وجوه منه الجراب الغامق الرائع بدل الجراب الشفاف، وده انا شايفه ميزه اضافيه. الجراب بصراحه شكله بريميوم جدا، وقلت كده بردك مع النسخه الاصغر، بس استغنوا برده عن الجزء اللي تحت اللي هي الحته اللي بالزاويه دي لما تيجي تشحن عارفها اللي هي بتحمي سكه الشحن من الرطوبه والتراب، مش موجوده هنا. في برضو الورق اللطيف اللي ما حد بيبص عليه ده. بعد كده بنلاقي الموبايل نفسه في العلبه، في منهم كذا لون على فكره، هوريهم لك كلهم بالترتيب كده من اليمين للشمال. اول حاجه الازرق الفاتح، بعد كده الاسود، بعد كده البنفسجي الفاتح، وبعد كده الابيض. الابيض فيه حاجات كده بتلمع صغيره عشان مستوحى من لون حاجه في الفضاء، وبرايي الاسود هو الافضل، والابيض برضو شيك قوي عاجبني جدا، بس ده ذوقي. وطبعا الالوان دي تفضيلات شخصيه بتختلف من شخص للتاني. تحت الموبايل بقى بيكون في اخر لير في العلبه واللي هو كيبل الشحن اللي من نوع تايب سي هنا اهوت، وادابتر الشاحن السريع جدا 67 واط وبس، مفيش حاجه تانية في العلبه. وما زلنا منتظرين يا شاومي نشوف اي سماعه في العلبه، عيب كده، على الاقل في الفئه المتوسطه والاقتصاديه، وهنفضل نعتبر ده ايوه من العيوب لحد ما يبقى في اي سماعه في العلبه. لو انت متابع للتك هتلاقي ان زمان كنت بتشتري الموبايل في المتوسطه الفئه الاقتصاديه حتى، والله بتلاقي سماعتك بالسلك اللطيف موجوده في العلبه معاك. بس مع ترند سماعات تي دبليو اس او ترو وايرلس اللي هي من غير سلك وبتشتغل بالبلوتوث، الشركات شافت سبوبه حلوه، بدات تدريجيا كده ايه تشيل السماعه عشان تشتري حضرتك منهم سماعات وايرلس اللي هم بيعملوها واللي يعتبر ربحها كبير بالنسبه لهم، عشان برضك تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. بالنسبه للخامات بقى وديزاين شاومي ريدمي نوت 13 برو، الديزاين في المجمل مستوحى من ديزاين الايفون اللي هو نفس الكونسبت كده، وشاومي بدات من فتره تقلدهم في حاجات كتير، الفلات ديزاين، عدسات الكاميرا الكبيره، مش بس ديزاين لا، ده كمان السوفت وير الجديد وهنتكلم عنه بعدين. لو بصينا في ظهر ريدمي نوت 13 برو بنلاقي مربع الكاميرات واللي فيها ثلاث عدسات، وعلى اليمين مكتوب 200 ميجا بكسل، وده اشاره لسنسور الكاميرا الاساسيه هنا، وتحت الكلمه في الفلاش، وعلى نفس المحاذاه من تحت في شعار ريدمي. لو بتسال هم ليه يعني ليه مش بيكتبوا شاومي، عشان ده ريدمي، ده سلسله او براند فرعي من شاومي يعتبر شبه مستقل بنفسه من ناحيه القيمه مقابل السعر، والموبايلات اللي مكتوب في ظهرها شاومي عاده بتكون الاغلى سعرا زي موبايلات الفلاج شيب مثلا. لو بصينا بقى في الجهه الاماميه بنلاقي شاشه كبيره مخرومه او فيها ثقب الكاميرا الاماميه، وده كان الحل بتاع معظم الشركات عشان نتخلص من النوتش القديم نعمل ايه، فهو ده افضل حل دلوقتي. حواف الشاشه قليله ومقبوله جدا بالنسبه لحجم الموبايل الكبير. لو بصينا بقى على الفريم اليمين من ريدمي نوت 13 برو هنلاقي الباور باتن او اللي هو زرار الباور، وفوق منها زرار الصوت. لو بصينا بقى في الجهه اليسرى من شاومي ريدمي نوت 13 برو بنلاقي مش بنلاقي حاجه عشان السيم تري موجوده من تحت وليها تعليق عليها هقولها لك بعد شويه. لو بصينا بقى في الفريم العلوي من الموبايل بنلاقي اربع مكونات من اليمين كده اي ار بلاستر واللي بتخلي الموبايل بتاعك يشتغل كريموت للاجهزه، وفي بردك المايك الثاني بتاع عزل الضجيج اثناء المكالمه او الاكتيف نويز كانسليشن، وده طبعا مهم جدا. وبعديه في السبيكر الثاني عشان الموبايل ده استيريو سبيكرز لتجربه الصوت المحيطيه المعززه، ودي برده تعتبر ميزه قويه جدا جدا، ومنفذ بقى 3.5 ملم الخاص بالسماع السلكيه العادي. واخر حاجه الفريم من الناحيه السفليه من ريدمي نوت 13 برو، من اليمين بنلاقي السبيكر الاساسي وجنب منه منفذ الشحن اللي هو من نوع تايب سي، ومايك المكالمات، ودرج السيم تري اللي هو الخاص بالخط. وهنا بقى عندي اعتراض على المكان ده بالذات بتاع درج الخط. بص كده ليه ما خلوش او ليه ما سابوش ليه درج السيم تري على جنب الشمال زي ما كان في المعتاد؟ الاختيار هنا في المكان غير موفق برايي، عشان ممكن اي حد يتلخبط او من غير ما يقصد او سرحان ويجيب دبوس ويدخله مكان المايك بدل من باب السيم تري في الخرم الصغير ده، عشان الاثنين جنب بعض، وممكن لو انت مش مركز ما تاخدش بالك من الجزئيه دي. في كتير بيضيع منه اصلا القطعه الدبوس اللي هو بيجي مع الموبايل، فممكن يستعمل دبوس عادي او اي بديل، وده رايي الشخصي. ممكن تقول لي برضك في التعليقات انت بتتفق معايا
معايا ولا بتختلف في الجزئيه دي. وزن ريدمي نوت 13 برو 187 جرام بس، كويس جدا بالنسبه لحجم الشاشه الكبير ده. الشاشه من قدام محميه باساس حمايه محترم من الشركه الامريكيه كورنينج واللي هو جوريلا جلاس فيكتس، وده على فكره ازاز حمايه لشاشات الموبايلات الرائده بس الاصدارات الاقدم شويه، يعني شاومي هنا متفوقه على المنافسين في الفئه المتوسطه لما استعملوه. ليه؟ عشان جوريلا جلاس فيكتس خلي بالك في الاختبارات بيقاوم الكسر لحد 2 متر مقارنه ب 80 سنتي بس من الشركات اللي بتصنع ازاز حمايه منافس، وعملوا فعلا اختبارات سقوط عليه، وهو احد الاختبارات اللي تمت على جوريلا جلاس فيكتس من ضمن اربع اختبارات او تيستس ثانيه اهمهم مقاومه الخدوش. والمتعارف عليه في الفئه المتوسطه ان انت تلاقي الموبايل نازل بجوريلا جلاس الاصدار الخامس اللي هو القديم، وفي حاليا احدث حاجه اللي هو فيكتس 2. وعامه ما عنديش اي مشكله هنا مع ديزاين الموبايل او مع الماتيريال، وبصراحه كل حاجه هنا متوافقه جدا مع هواتف الفئه المتوسطه وبتفوق في جزئيه ازاز الحمايه. بالنسبه بقى للسلبيات او العيوب او الحاجات اللي عاوزك تعرفها عشان ما حدش يضحك عليك، اولا الموبايل ده مش بيدعم كارت ميموري، يعني لو دي ميزه مهمه بالنسبه لك تاكد انك تشتري اكبر نسخه مثلا او نسخه تصلح لاستخدامك المستقبلي، ما تفكرش في دلوقتي، اتحبس مع المساحه دي خلي بالك على طول لحد اخر عمر الموبايل. الموبايل برضك مش بيدعم ميستر راديو لو دي حاجه انت بتستخدمها. في هنا ثلاث كاميرات بس هستخدمه حرفين هم اتنين، وكان ممكن يزودوا هنا عدسه التليفوتو للزوم الحقيقي كانت هتفرق جدا. واخر سلبيه هنا ان منفذ الشحن هنا تايب سي 2.0 وده يعتبر اصدار قديم. واخيرا احب اقول لك ان دي تعتبر بصراحه عيوب قليله مقارنه بالمزايا الكتير اللي بيقدمها الموبايل، بس طبعا مفيش موبايل خالي من العيوب. بقول لك ايه، بذمتك عملت لايك للفيديو؟ لا مش حاسه. انزل بسرعه وسيب اللي في ايدك واعمل لايك دلوقتي، وكلنا مستنيينك وانت معطلنا. يلا عملت لايك؟ عملت لايك خلاص، يلا نكمل. نيجي بقى لاكبر مكون في الموبايل وهو الشاشه، واللي بتستحوذ هنا على اكتر من 89% من المساحه الكليه للموبايل. الوان الشاشه هنا بريميوم جدا عشان شاومي استعملوا بانل اوليد بدعم 68 مليار لون، وده بانل خلي بالك بجوده اعلى، وان كان يفضل لو كان من صناعه مثلا ال جي او صناعه سامسونج، وسامسونج عندهم طبعا سوبر اموليد المشهورين بيها، بس ما زال بانل الشاشه ده يعتبر كويس جدا، وبرده ما عنديش اي مشكله هنا. بيدعم تقنيه زي الدولبي فيجن، وسطوع هنا عالي بيعمل بيك لحد 1800 نتس، وده طبعا سطوع ممتاز في اشعه الشمس المباشره. بانل بريميوم مش رخيص. فاكر لما قلت لك ان البانل الاملد درجات؟ السطوع واحده من محددات الدرجات دي. بانل اوليد افضل بكتير من بانل اي بي اس ال سي دي من ناحيه الالوان الزاهيه، السطوع القوي، الفرق في الكونتراست ما بين اللون الابيض اسود، عشان الاسود اصلا بيكسلز مطفيه مش منوره اساسا، تقدر تنزل اي تطبيق بقى من المتجر بيعمل اشكال كده والوان لما حد يرن عليك مثلا وحاجات لطيفه، اللي هي بيستخدم خاصيه اولوز اون ديسبلاي عشان بانل الشاشه ده بيدعمها. ومع جوريلا جلاس فيكتس كحمايه اقدر اقول لك لا، السنه دي فعلا في تطوير كبير هنا في الشاشه من شاومي، ودي حاجه ايجابيه. كمان الريزولوشن هنا او الوضوح بتاع الشاشه اعلى 2220 في 2712 بيكسلز، وده خلي بالك دقه شاشه اعلى بشكل ملحوظ من الفول اتش دي بلس العاديه اللي كنا بنشوفها من شاومي او اي موبايل تاني في الفئه المتوسطه. وكمان في دعم هاي ريفرش ريت 120 هرتز، يعني الشاشه بتحدث المحتوى اب تو 120 مره في الثانيه الواحده، بشرط ان التشيب يكون بالقوه الكافيه عشان يعمل بوش لعدد الفريمز الزياده دي، عشان دي ميزه خلي بالك برضك بتستهلك بطاريه زياده، فممكن ترجع 60 هرتز لو حابب، ممكن تخليها ادابتيف يعني اللي انت عايزه موجود في السيتنجز. في الشاشات عاديه مثلا الشاب يا دوب يهندس 60 هرتز للشاشه، احنا بنتكلم هنا في ضعف عدد الفريمز دلوقتي. وعشان ما حدش يضحك عليك خلي بالك، اول ما تلاقي موبايل بيسوقوا له على انه بريفرش ريت عالي واو وبتاع للشاشه وكده، اسال على طول ايه هو نوع المعالج، وتاكد انه قوي كفايه عشان تقدر تستفيد بالميزه دي طول الوقت، خاصه مع الجيمز اللي بتدعم اف بي اس عالي. الوان الشاشه هنا ممتازه بالنسبه للموبايل، فيها متوسطه وزوايا الرؤيه كويسه، وانا شايف ان الشاشه هنا ميز الموبايل ده فعلا، وفي تطوير عن السنه اللي فاتت. بالنسبه بقى لمخ الموبايل او الشاب او ما يعرف بالمعالج كاختصار، شاومي كالعاده بتستعمل احدث معالجات. سناب دراجون الامريكيه بتبدا تعلن عن حاجه، شاومي على طول بتاخد المعالج تحطه في موبايل. على سبيل المثال تم الاعلان عن سناب دراجون 7 اس جين 2، على طول شاومي اول حد استعمل الشاب دوت ونزلوه في هواتفهم الجديده، وفي نفس الشهر اللي تم الاعلان عن المعالج فيه. الشاب دوت تم الاعلان عنه في سبتمبر 2023، بيجي بمعماريه حديثه جدا 4 نانومتر بس، وده بيخلي الشاب يبقى بينتج سخونيه اقل، وكمان بيوفر في البطاريه مع زياده الاداء. المعالج ده بيدعم لحد 144 هرتز ريفرش ريت للشاشه وفقا لاختبارات شركه كوالكوم الامريكيه. فاكر لما قلت لك من لحظات المعالج هو اللي بيحدد الشاشه توصل فعليا لكام هرتز؟ كمان التشيب ده بيجي بكوالكوم سبيكترا اي اس بي، ودي وحده معالجه الصور اللي بتخلي في دعم افضل لنتائج الصور. ايوه التشيب هو برده اللي بيحدد الكاميرا هتسجل فيديو بجوده ايه، وكمان كام فريم في التصوير الفيديو. التشيب اهم جزء خلي بالك في الموبايل، وبيخدم على جميع جوانب الموبايل بتاعك، فلما تيجي شركه بقى تقول لك
المعالج او التشيب لا مش مهم قوي، اعرف ان هم بيبيعوا لك الهواء في ازايز. التشيب يعني معالج رئيسي، يعني معالج رسومي، يعني اي اس بي اللي هي وحده معالجه الصور، دعم تقنيات احدث واي فاي، بلوتوث، جي بي اس، كاميرا، ان اف سي، جوده الفيديو، دعم الشاشه، الصوت، الشحن، السكيورتي. وتحب اكمل ولا كفايه كده؟ سناب دراجون 7 اس جين 2 عشان تبقى عارف ما كانش فيه اصلا جين 1، يعني ما تنخدعش بالمسمى، ما كانش فيه جيل اول عشان يبقى فيه جيل تاني في الاسم، ده مجرد اسم. وده معالج يعتبر فئه متوسطه، بيدعم تقنيه البيج ليدل اللي هو اربع انويه المهام الفائقه بسرعه 2.4 جيجا هرتز، والاربع انويه التانيين بسرعه 1.9 جيجا هرتز، ودول المهام العاديه، وده بهدف توفير طاقه البطاريه، وبالتالي يكون التشيب افيشنت. التشيب ده بيجيب 552 الف نقطه سكور على انتوتو 10، وتقدر تلعب طبعا الالعاب التقيله على الموبايل ده من غير مشكله، بس هو مش موبايل جيمرز، يعني هو مش موجه للالعاب، عشان ده تشيب فئه متوسطه كويس بس مش مميز الحقيقه في عده الجيمز، انما في الاداء المتوسط العادي لو انت شخص مثلا بتدور على موبايل سريع شبه متكامل في اكتر من جانب، فده هيبقى اختيار كويس ليك. بالنسبه للبطاريه، شاومي قدمت هنا بطاريه اكبر شويه ظاهرين على المنافسين، 5 و100 ملي امبير، اللي هو اديهم 100 ملي امبير زياده. يلا انتوا بتقولوا ايه يا اخوانا، ده تطوير ملحوظ يعني. انما اللي ممتاز جدا فعلا هنا هو الشحن السريع جدا، 67 واط، بطاريه كامله بين 0 ل100% في 44 دقيقه بس. يعني لو اتزنقت مثلا انت نازل سيب الموبايل 10 دقايق بالكتير على الشاحن، هتلاقيه زاد بتاع 25% او اكتر، كفوك لحد ما ترجع مشوارك. وبصراحه سرعه الشحن هنا ممتازه جدا. وعارف ايه تاني برضو اللي ممتاز؟ الكاميرا الاساسيه في الموبايل ده 200 ميجا بكسل، f2.2، فتحه عدسه f1.7. وخلي بالك قلنا قبل كده كتير ان الكاميرا مش برقم ال100 بكسل، انما ليها محددات تانية كتير، زي مثلا فتحه العدسه هنا تعتبر كويسه وبتدخل اضاءه اكتر للسنسور، وبالتالي نتائج افضل. وبالكلام عن السنسور، فسنسور الكاميرا هو اهم مكون فيها. سنسور الكاميرا دوت من صناعه الشركه الكوريه سامسونج، واللي هو HP3. سامسونج اعلنوا عنه في شهر سبتمبر 2023، يعني برضو جديد جدا. شاومي استعملوا معالج جديد، سنسور كاميرا جديد في ريدمي نوت 13 برو. شكل شاومي في قوم الغيبوبه ولا ايه؟ وبداوا يرجعوا بقى للتطوير الحماسي اللي كنا متعودين عليه من زمان. بصراحه موبايلاتهم الفتره الاخيره قبل الموبايل ده كانت موبايلات ممله، انا كنت مش متحمس لما باجي اتكلم عنها، بس بصراحه المره دي يعني تطوير محترم. الوان الصور كويسه ومشبعه بالتفاصيل، والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل f2.2، مفيش حاجه مميزه فيها، واخر عدسه هنا 2 ميجا بكسل اللي هي بتاعه الماكرو اللي هي قلنا ملهاش اي 30 لازمه، وكاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل. واقدر اقول لك ان جانب الكاميرات هنا في تطوير خاصه للكاميرا الاساسيه، واللي نسيت اقول لك ان هي بتدعم او اي اس، دي حاجه كبيره جدا، مثبت حقيقي لنتائج افضل في الصور والفيديوهات. بالنسبه للسوفت وير في ريدمي نوت 13 برو، اندرويد 13 مع واجهه شاومي ميو اي 14. ما تكلموش هنا على التحديثات في المؤتمر بره، بس هنفترض بقى اللي هو العادي اللي هو سنتين تحديثات اندرويد، 3 سنين تحديثات امنيه، ولسه ما نعرفش هل هيوصل الموبايل ده واجهه شاومي الجديده هايبر او اس، ولا الموضوع هيمشي ازاي. المميزات الاضافيه برده هنا دعم ستيريو سبيكرز عشان الصوت المحيطي، ان اف سي او نير فيلد كوميونيكيشن، المدفوعات اللا تلامسيه. ونيجي بقى للسعر، ريدمي نوت 13 برو واللي يعتبر سعره ما يصدقش بالنسبه للمميزات، $212 بس، وده السعر الرسمي اللي نزل بيه بره. لما يجي برده اخبار رسميه عن موعد نزول الاسواق هقول لك، ما تهلاش والله، بس تكون حاجات رسميه زي ما قلت لك، فخليك متابع. ورايي ان شاومي بدات تاخد بالها ان هي بتخسر حصه سوقيه الفتره اللي فاتت لصالح انفينكس او لسامسونج، ايوه سامسونج بقت منافس شرس جدا في الفئات الاقل، وابتدوا تاني بردك في التطوير، رجعوا زي زمان واللي هو كان اتوقف من فتره. ريدمي نوت 13 برو بدا بيقدم تطوير كبير في الشاشه، في التشيب، في الكاميرا، في الشحن، وبيجي بعيوب انا شايفها مش ديل بريكر او ليا، يعني مش هتسبب مشكله. مستني اعرف رايكم في ريدمي نوت 13 برو في الكومنتس، وبس ما تنساش بقى اللايك الجميل، سبسكرايب لو لسه، وتابعني على انستجرام والرابط تحت الفيديو. كان معاكم محمد نوار، واشوفكم الفيديو الجاي. Peace.